نعم بدأ تحية لكم ولقناتكم الموقرة والمتابعين للقناة. في الحقيقة أعتقد أنه ما حدث ليلة أمس هناك تشوب في اتفاق حقيقة سياسي بين الكتل السياسية لاستشعارها بأنه وصلت إلى طريق شبه مظلم ومسدود وتريد أن تنهي هذه الأزمة بعدم خرقها أيضا للدستور لأنه الوضع لا يتحمل. وبالتالي شاهدنا حقيقة هناك وجود أكثر نواب الكتل السياسية ما خلى أنه بعض أجزاء من كتلة الفتح غير موافقة وغير متفقة وأعتقد لم تصوت أو لم تصوت إلى حكومة السيد الزرفي وأعتقد أنه هناك اشتراطات قد وضعت بحسب مصادر مطلعة واشتراطات وضعت على السيد عدنان الزرفي حتى يقوم بهذه المهمة وبالتالي هي حكومة يعني مجرد أن تصل إلى هذا ما تم الاتفاق عليه. هناك اشتراطين أساسيين هو تحديد مصر للانتخابات المبكرة وقضية إخراج القوات الأجنبية من العراق. هذه الشرطين وفق هذه المعيارية تم تكليف السيد الزرفي أن ينتظر حقيقة المدة الدستورية التي هي شهر هل يستطيع أن ينتخب كابينة حكومية ممكن أن يتصوت عليها هل ممكن أن ينفذ مع رؤية التحالف الكردستاني. كل هذه أعتقد أنه الكرد وحتى التحالف القوى ليس لديه مشكلة مع المسمى ولكن دكتور حيدر يعني ربما رئيس الوزراء المكلف الجديد كشخصية الزرفي حدد أو حقق اشتراطات هي تتماهى مع ما تطلبه القوى السياسية في العراق لكنه كشخصية لا يتوافق مع الشروط التي يطالب بها الشارع العراقي. بكل تأكيد لا يمكن سيدتي الفاضلة أن يؤتى بشخصية رئيس الوزراء في هذه الأوقات يتم الإجماع عليها. لطالما كان هناك اختلاف ولم يؤخذ حقيقة بكل وجهات النظر وبالتالي الآن الكتل السياسية أنا قلت وأقولها الآن أيضا رئيس الوزراء مهما يكون المكلف إذا لم يستطع أن يوازن بين كفتي الميزان الشارع العراقي والكتل السياسية لم ينجح في هذه المهمة وبالتالي يجب عليه أن يكون نعم هو ليس خيار المتظاهرين ولكن هو خيار الكتل السياسية ولا يمكن أن يأتي رئيس وزراء إذا لم يتم الموافقة عليه من قبل الكتل السياسية في هذه المرحلة على أقل تقدير وبالتالي لا يمكن أيضا أن يقدم الشيء الكثير خلال هذه الفترة الوجيزة التي أناق نفسه بها ولكن شكل الحكومة القادمة أعتقد هناك نوع من يعني الفاعل الداخلي لديه اتفاق وهناك الفاعل الخارجي أيضا لديه نوع من الاتفاق أعتقد هناك نوع من الاستقرار قد يتحقق في الأيام القليلة القادمة إذا لم يكن هناك متغيرات أو اختلافات أو اشتراطات جديدة تفرضها الكتل السياسية. ربما الزرفي يعني تم ترشيحه نتيجة توافقات معينة دكتور حيدر ولكن هل هو يحظى أو سيحظى بالمقبولية لدى مختلف القوى السياسية العراقية لمنح حكومته بالتالي الثقة أمام البرلمان بعد انتهاء مهلة تشكيل الكابينة أم أن الرجل سيلاقي مصير سلفه علاوي برأيك؟ حقيقة الاحتمالين وارد يعني الأول هو ممكن أن يكون أنا أعتقد أنه لجنة السباعية التي تم تشكيلها في السابق التي يعني نتاجها كان هو السيد عدنان الزرفي أحد نتاج اللجنة السباعية التي شكلت لأنها من لا تريد أن تخوض تجربة مرة أخرى من بحيث عدنان الزرفي لم يتم التوقيع وبالتالي مبدئيا هناك اتفاق بين الكتل السياسيه ما خلى بعض اجزاء بعض الكتل يعني اتحاد وليست موافقه وكذلك الفتح ليس كلها موافقه لدينا كتله صادقون وهي تقريبا ما يقارب 20 الى 19 نائب راسمون وبالتالي لا يمكن ايضا ان يكون هناك اتفاق مطبق واضح او توافق على جميع المقاصد اذا هو امام مهمه حقيقه ولكن اعتقد انه ما تم بالامس وما شاهدناه من الصور نقلت لنا انه جميع ممثلي الكتل السياسيه كانوا حاضرين. وبالتالي يفترض ان يبدا من اليوم او من غد
بتقديم السيديات او استلام حقيقه، اصح التعبير هو الاستلام، استلام السيديات للوزراء المكلفين في الحكومه القادمه. اذا هناك اشتراطات وضعت اللي انا اشكرك سيد عدنان الزرخي، وسوف ياخذ تجربه حقيقه، لديه تجربه سابقه لانه ما قام به السيد محمد توفيق علاوي لن يكرره السيد عدنان. وضحت الصورة تماما. الباحث في الشأن السياسي الدكتور حيدر البرزنجي حدثنا مباشرة من بغداد.